قد تكون التحديات الاقتصادية في صدارة أولويات حكومة مهدي جمعة، إلا أن التحدي الأمني يبقى الأهم، فالبلاد تتهددها أخطار الانفلات الأمني وتحركات المسلحين. لكن بعض معارضي الأمس القريب يربط مسألة الأمن بحل ما يعرف بروابط حماية الثورة، بل إن ذلك هو أحد شروطهم لتأييد الحكومة الجديدة، فالروابط في نظرهم وجدت لمساندة حركة النهضة، وهم يتهمونها بممارسة عنف سياسي. ميليشيات يلزمها تحل. احنا كان بيودنا، رانا البارح سمعنا سي مهدي جمعة صراحة قراني مش نحل الميليشيات، راني مش نحل روابط حماية الثورة. لا يروق ذلك الكلام لمنتسبي روابط حماية الثورة، وهي عبارة عن عدد من الجمعيات التي تقول إن هدفها الدفاع عن مكتسبات الثورة، عرفت بمسيراتها المساندة للشرعية الانتخابية خلال حكم الترويكا الثلاثي. يقول منتسبها اليوم إنهم يدفعون ثمن ذلك من خلال هجوم أحزاب عليهم، لكنهم يتمسكون ببراءتهم ويطالبون بتحكيم القضاء. الناس اللي تدعي لحلين الرابطات وتدعي تنعتهم بالإرهابيين، هذو ما يرد عليهم. فما قانون بيناتنا الفصل 33 من قانون الجمعيات، ما عليه اللي يمشي القضاء ويمشي يشكي القضاء، خاطر اللي قاموا بهذايا هما بيديهم، هما اللي قاعدين يرهبوا في الشعب التونسي. تختلف المواقف والتقديرات إذن بين من يطالب بحل روابط حماية الثورة ومن يعارض ذلك، لكن لرئيس الحكومة رأي آخر. رئيس الحكومة الجديد لم يجد حرجا في الكشف عن موقفه أثناء تقديم برنامجه الحكومي أمام المجلس التأسيسي، رغم الضغوط المسلطة عليه من نواب أحزاب معارضة كي يحل روابط حماية الثورة. إن شاء الله باش تكون لنا خطة واضحة في هذا. بقينا اللي خارج على القانون ما نش خلو خارج على القانون، وإحنا كيف ما ناش باش نرجعوا سلطة استبداد باش نتعاملوا بالآليات اللي حولها لنا القانون. في الأثناء قد يشهد الموضوع تطورات أخرى في ظل تمسك كل طرف بمواقفه. حافظ مريبح، الجزيرة، تونس.